السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين؟ والله بحبكم في الله وعايز أوفر لكم وعايز أعمل لكم حاجة جميلة جدا توفر وتعمل لكم ريحة جميلة في الحمام أو في الشقة كلها. طبعا احنا عارفين الفواحة بتاعت قاعدة الحمام دي دلوقتي تمنها 18 و20 جنيه، تعالوا نعمل فيديو مع بعض بزيت الأكل القديم حاجة موفرة ونعمل منها كمية كبيرة. طبعا ده الشكل بتاع الفواحة نفسها لما بنيجي نشتريها، ده الشكل بتاعها. احنا بقى هنعمل بقى نفس الحاجة دي وموفرة وكتيرة جدا وبتكلفة بسيطة. طبعا زيت الاكل اللي احنا بنرميه او بنبيعه لبتوع الزيوت اللي بيعدوا في الشارع، احنا من النهاردة ان شاء الله مش هنرميه، هنخليه زي معطل للحمام. هنجيب 150 جرام ريحة نظافة، ريحة فريدة، ريحة النظافة اسمها كده، موجودة عند اي بتاع منظفات، الازازة بتاعتها زرقاء. وهنجيب 75 جرام بطاطس قشور. اول حاجة هنعملها هنكب 150 جرام ريحة في علبة، هنكب 150 جرام ريحة، وبعد كده هنكب 75 جرام بطاطس. كل اللي علينا ان احنا هنقلبه تقليبة كويس. طريقة جميلة جدا هتدعولي عليها. طبعا ده الطبيعي انها تسخن، نخلي بالنا جدا هي بتسخن بتتفاعل مع بعضها. هنسيب المادة تتفاعل مع بعضيها وتبرد براحتها ونرجع هنحط الزيت القديم وهكمل لكم الفيديو تاني مع بعضنا وهنشوف الطريقة عاملة ازاي ان شاء الله بإذن الله. رجعت لكم تاني. طبعا لما البطاطس هدي هفضيه في كوباية تانية عشان انا بحب اقلب الزيت في العلبة دي، واجيب الزيت نص كيلو زيت طعام قديم. انا مش عارف قلت لكم التركيبه في الاول ولا لا، 150 جرام معطر نظافه او اي معطر تلاقيه، و75 جرام بطاطس، ونص كيلو زيت طعام قديم. تمام، حطينا الزيت اهو، وهنجيب بقى البطاطس ننزل بيه واحده واحده كده. طبعا البطاطس مع الريحة، اهم حاجة نقلب كويس. وكان في حد عزيز عليا طبعا الاستاذ ياسر فراج، كان مديني لون، اللون ده هستخدمه في الفواحة دي عشان يغير اللون بتاع الزيت. اهم حاجة التقليب يا جماعة، ركزوا معايا. هوقف الفيديو اوريكم ولا اكمل عشان محدش يقول ايه حطيت حاجة زيادة، في ناس كتيرة كده بتقول كلام غريب. اقعد اقلب لحد ما الخلطه تجمع معايا. معلش سامحوني هي بتاخد وقت في التقليب عشان تجمع، بس عشان تربط معانا تلاقي اللون بتاعها بيغير لوحده. تمام،
ركزوا كده هتلاقي اللون بيغير لوحده. بصوا اول لما تلاقي اللون بيغير كده اعرف ان انت ماشي صح وبتربط معاك. طبعا انا هحط شويه اللون عشان هي تربط مش هعرف اقلبها كويس. اللون ده بس شكل جمالي مش اكتر. طبعا اللون ده غالي جدا فمش هكتر منه. اللون ده بيخوفني الصراحه عشان لما بيجي على الحاجه بيعلم وما بيطلعش. ده لون شاور. ده مش ضروري. بصوا الخطة مسافة ما سبتها قفشت ازاي. طبعا انا محضر علبة فاضية وكيس زي ما انتوا شايفين. مش عارف بقى صراحة اللون هينفع ولا مش هينفع. نفع خير وبركة، منفعش برضو مش هيفرق معانا. لما تنشف هنيجي نقطعها مع بعض ووريكم هنستخدمها ازاي او نحطها ازاي. انتظروا بقى لما تنشف هوريكم هنحطها ازاي في العلبة دي. وشكرا.